نماذج من مؤسسات أجنبية تشارك لأول مرة في معرض الجزائر الدولي. هذه أول مشاركة في الميدان هذا يعني تاع الطاقات المتجددة اللي هي يعني لافونير المستقبل تاع لو موند انتي بصفة عامة. تونس الشقيقة حاضرة بصفاكس على أمل تطوير شراكات مع الجانب الجزائري. والله احنا أول مشاركة السنة والحمد لله معرض ثري فيه تنوع فيه وإن شاء الله نلقاو معنا صدى ونتائج طيبة في مزيد تدعيم الشراكة مع السوق الجزائرية. دول أوروبية أيضا استحسنت مستوى هذه التظاهرة الاقتصادية. شركة تاعنا نختص احنا في تصدير المواد الهيدروليكية والمضخات وعندنا ثاني نخدموا البياس دو روشونج تاع لي باتو. بوادر التفاؤل واضحة على وجوه العارضين الأجانب قبيل اختتام فعاليات الفيا يوم السبت القادم.